عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دعاء محسن شاكر، 25 سنة، من اسكندرية، وأكيد واضح إن أنا من اسكندرية لأن البنت الاسكندرانية بتمتاز بروحها الحلوة جدا والعفوية والتلقائية. من اهتماماتي بحب جدا أهتم برشاقتي، عشان كده بحب جدا ألعب الأيروبكس، وبحب جدا الاهتمام بالابتسامة لأنها رمز من رموز الجمال المرأة. بحب جدا اهتم بكل جوانب المرأة من جوانب نفسية واجتماعية. انا حبيت اشارك في المسابقة لان انا بحب جدا اكون فخورة بحجابي، فانا لما شاركت في المسابقة حبيت ان انا اكون امرأة قوية تجمع بين جمال الشكل وجمال الروح وجمال الانسانية. شكرا. على النفس كتير بحيث ان انا اوصل ان انا اكون قيمة مضافة وليست سالبة، فخورة بحجابي قولا وعملا، علشان كده انا هنا النهارده علشان اكون سفيره ديني، اكون واجهه مشرفه للبنت المسلمه في مصر. شكرا.